هتكون الساعة 9 مساء على ملعب السلام، وهيديرها طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة باملاك تسيما وبيعاونه سامويل أتانجو وموسى كندي، والحكم الرابع هو تاديسي ياساري، وكمان السوداني شمس الدين مجدي مراقب للمباراة، والليبي علي الجيلاني هيكون منسق للقاء. إن شاء الله المباراة دي هيحضرها 10,000 مشجع من أعضاء النادي الأهلي بعد القرار المفاجئ اللي صدر امبارح بمنع الجمهور من الحضور، ويكون كمان الحضور مقتصر على أعضاء النادي الأهلي بس. ولكن طبعا برغم كل ده لعيبة النادي الأهلي قادرين ان هم ان شاء الله يساعدوا الجميع، سواء الجمهور اللي موجود في المدرجات او حتى الجمهور اللي قاعد قصاد التلفزيون، لان طبعا النادي الأهلي هو فرحة مصر وهيستمر كده دايما، وهيكون دايما مصدر للسعادة لينا هنا في مصر. ان شاء الله الجماهير هتحضر اللقاء النهارده، قلت لكم هي جماهير من اعضاء النادي الاهلي، اكيد ان شاء الله هيقدروا ان هم يدعموا اللعيبه بشكل كويس جدا وبشكل قوي، وهيمثلوا برضو سلاح مهم في اللقاء المهم ده باذن الله. العوامل طبعا والعقبات اللي كانت في الفتره اللي فاتت هتكون دافع برضو قوي جدا للعيبة والجهاز الفني ان هم يقدموا مباراة ويقدموا عرض قوي وعرض كبير النهاردة، ويحطوا رجليهم في المباراة النهائية للبطولة، خصوصا طبعا وان مباراة العودة في سطيف بإذن الله هتكون في غاية الصعوبة. بطولة أفريقيا غايب عن النادي الأهلي يمكن من 2013، لكن بإذن الله إن شاء الله الفريق قادر ان هو يتوج بالبطولة التاسعة، لان هدفنا اكيد الهدف الأكبر هو العودة مرة تانية للعب في كأس العالم للأندية. هنتكلم كتير عن اللقاء، عن مباراة وفاق سطيف والنادي الأهلي النهارده الساعة 9، وعن الاستعدادات الخاصة باللقاء. هيكون كمان ضيفنا النهارده دكتور أحمد ثابت، أنتوا طبعا تقدروا تشاركونا النهارده عن طريق توقعاتكم لنتيجة اللقاء عن طريق صفحات البرنامج على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. دلوقتي تعالوا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. الليلة الأهلي يلتقي وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور. خطة هجومية لكارتيرون لحسم الأمور في السلام. قرارات صارمة لمجلس إدارة النادي الأهلي. منع مرتضى منصور من الظهور في جميع وسائل الإعلام. إيقاف برنامج مدحت شلبي بسبب تجاوزاته لمدة أسبوعين. برزنتيشن تقاضي صلة بعد فسخ التعاقد. واليوم بداية الجولة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. امبارح طبعا كان في اجتماع مهم لمجلس إدارة النادي الأهلي، طبعا كان في قرارات صارمة، وكان أبرزها إرسال اللائحة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية لنشرها في الجريدة الرسمية، وكمان مقاضاة كل من أساء للنادي الأهلي. تعالوا نشوف مع بعض القرارات الخاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي اللي طلعت امبارح، ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. الاثنين 1 اكتوبر يعني جلسه مهمه لمجلس اداره النادي الاهلي استمرارا لجلساته المفتوحه منذ الاعداد لائحه النظام الاساسي. اللجنه الجلسه الحقيقه بدات بالوقوف دقيقه حدادا وقراءه الفاتحه على الروح الكابتن صفوت عبد الحليم نجم النادي الاهلي السابق، التي فاضت روحه الى بريئها مساء امس وشيعت جنازته اليوم. ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعد ذلك تم التصديق على مجلس إدارة أو على محضر مجلس الإدارة السابق، وأيضا تم التصديق على ما يتعلق بشؤون كرة القدم ولوائحها. ثم ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي التجاوزات عظمت وتمادت من البعض خلال الفترة الماضية وتمس النادي الأهلي وجماهيره.
وقد تحمل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة. تاني، تحمل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة بحق النادي الأهلي وجماهيره ومسؤوليه، والتزم مجلس إدارة النادي الأهلي ضبط النفس طوال هذه الفترة اتساقا مع قيمه ومبادئه، مترفعا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية، وتاركا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم، وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا منعا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير نتيجة الاستفزازات المستمرة والممنهجة. إلا أن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود ولا يمكن السكوت عليها. وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه. إذن قرر النادي الأهلي تشكيل لجنة قانونية من خبرات النادي للبدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي. ستراثمور في تصفيات بطولة إفريقيا. الأهرام سبورت، سيدات سلة الأهلي يواجهن هليوبلس اليوم. نروح سريعا لتفاصيل الاخبار اللي استعرضنا دلوقتي منشطتها، وهنبتدي مع يلا كوره، وهنبتدي مع يلا كوره واللي نشر تصريح للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللي اكد فيه ان مسؤولين النادي الاهلي اتفاجئوا برضه بقرار الجهات الامنيه بحضور اعضاء الجمعيه العموميه فقط للقاء النادي الاهلي وفاق سطيف الجزائري في نص نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. وقال كمان مرجان ان في لجنه مشكله برئاسه العمد الفاروق نائب رئيس النادي الاهلي لحل الازمه، وكمان ناشد مرجان جماهير النادي الاهلي بالالتزام بقرارات الامن وعدم الذهاب لاستاد السلام الا لحاملي كرنيهات النادي الاهلي عشان ما يتعرضش النادي الاهلي لاي عقوبات من الاتحاد الافريقي لكره القدم. وقال كمان ان احنا هنرجع او النادي الاهلي هيرجع ثمن التذاكر للجمهور اللي حجزوها عن طريق المواقع الالكترونيه. كمان في الجول قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم طبعا بمدير اعمال مدير الكره في النادي الاهلي قال ان فريقه فاق سطيف قوي ومنظم، شفنا كتير من مبارياته. وكمان اتكلم عن رشيد الطوسي اللي بيعتمد طبعا على الطريقه الافريقيه او الطريقه المعتمده في شمال افريقيا، وقال يوسف الكره الافريقيه فيها تغيرات كتيره جدا، فزمان كان بيتم التشديد على ضروره الفوز على ملعبك بفرق هدفين او ثلاثه، ولكن دلوقتي لقينا ان الفرق اتاهلت من بره ملعبها، وبطوله دوري ابطال افريقيا هي البطوله المحببه للنادي الاهلي ولجمهوره، وبنسعى لحصد اللقب التاسع التأهل لكأس العالم للأندية. نروح لموقع كرة، موقع كرة قال إن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني حرص على زيارة الجهاز الفني للنادي الأهلي وقدم لهم الدعم قبل طبعا مواجهة وفاق سطيف مساء اليوم على ملعب السلام، ونقل هنية تحيات الأسرة الرياضية الفلسطينية للنادي الأهلي، واتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق بما يمثله من قيمة كبيرة لدى جماهير الكرة الفلسطينية. وكمان قال إن كان في تجارب ناجحة للعيبة الفلسطينيين في النادي الأهلي تتمثل في رمزي صالح ومروان كنفاني. وفي البوابة سبورت قالت ان مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي اكد صعوبة مواجهة وفاق سطيف الجزائري النهاردة، وقال كمان بنحترم وفاق سطيف للغاية فهو فريق متميز وبيضم لاعبين متميزين ولكننا جاهزون لمواجهته. وكمان قال مؤمن زكريا ان النادي الاهلي بيفتقد بعض العناصر المهمة في مباراة اليوم، ولكن في النهاية لدينا عناصر متميزة قادرة على تعويض تلك الغيابات من اجل تحقيق الفوز. واختتم كمان كلامه وقال ان بطولة افريقيا هدف رئيسي بالنسبة لنا ولن نتنازل عنها، خصوصا ان احنا كنا قريبين منها في الموسم اللي فات بعد خسارة اللقب في النهائي قصاد الوداد المغربي، ولكن عندنا رغبة كبيرة جدا في استعادة لقب بطولة افريقيا والعودة للمشاركة مرة تانية في كأس العالم للأندية.
لسه مكملين معاكم تفاصيل اخبار النادي الاهلي اللي اتنشرت على المواقع الالكترونيه، ونروح لليوم السابع اللي نشر خبر لوليد ازارو مهاجم النادي الاهلي واللي انضم لقائمه المنتخب المغربي لمواجهه جزر القمر في تصفيات افريقيا بعد ما كان بعيد طبعا عن حسابات الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، ولكن طبعا بعد ما اثبت في الفتره الاخيره ان هو جدير بالانضمام لقائمه اسود الاطلس بعد تالقه الواضح والشديد جدا اللي ظهر فيه مع النادي الاهلي تم ضمه بالفعل لمنتخب المغرب. نرجع تاني لموقع يلا كورة واللي نقل تصريح لأحمد علاء مدافع نادي الأهلي واللي نافى كل اللي اتقال في الفترة الأخيرة عن رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير اللي جاي. قال كمان علاء إن هو مش مهتم بالإشاعات، قال كمان أنا بجتهد فقط في التدريبات وبحاول أني أحصل على ثقة الجهاز الفني، وعموما أنا عندي قناعة تامة بقدراتي، وكمان أنا واثق إن الفرصة هتيجي ليا في الميعاد المناسب. من كرة القدم نروح بقى للألعاب التانية، وهنبتدي مع الشروق واللي رصدت خبر لمحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي توجه لتنزانيا عشان يلحق ببعثة فريق كرة السلة رجال عشان يتولى مهمة رئيس بعثة الفريق ويشارك كمان الفريق في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية. سراج تخلف طبعا عن السفر مع بعثة الفريق بسبب الانشغال في الجمعية العمومية، ونجح الفريق إن هو يقدم عروض قوية جدا خلال المباريات اللي خاضها، حقق الفوز على فريق أويلرز التنزاني وكمان على فريق وكيتي الأثيوبي، وبيسعى ان هو يحقق الفوز في المباريات اللي جايه. اما موقع صدى البلد فركز على فريق السباحه، نشر خبر لابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيترأس بعثه فريق السباحه للنادي الاهلي المتجهه لبلغاريا للمشاركه في بطوله بلغاريا الدوليه المقرر انطلاقها يوم 12 اكتوبر الجاري، وهي طبعا البطوله المؤهله لبطوله العالم للسباحه القصيره. البعثه كمان هتسافر ان شاء الله يوم 10 من الشهر الجاري شهر اكتوبر. نروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي ولسه في الألعاب الأخرى برضو، ولكن المرة دي مع كرة الطايرة. محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطايرة رجال في النادي الأهلي حط برنامج بدني مكثف لأحمد صلاح المنضم للفريق مؤخرا في إطار تجهيز اللاعب بشكل مناسب للموسم الجديد. خضع اللاعب لتدريبات بدنية في صالة الجيم بالإضافة للتدريبات الخططية والفنية على صالة الأمير عبدالله الفيصل. كمان مكملين اخبارنا من موقع النادي الاهلي الرسمي، رصد اخر اخبار فريق السله، نشر ان الفريق الاول لكره السله رجال في النادي الاهلي بيخوض مباراه مهمه النهارده الثلاث قصاد نظيره فريق ستراثمير الكيني في الجوله الثالثه من التصفيات الخاصه بالمنطقه الخامسه المؤهله لبطوله افريقيا للانديه. هتقام المباراه الساعه 6:30 مساء النهارده بتوقيت القاهره في مدينه دار السلام في تنزانيا، وبيسعى اكيد خلالها الفريق ان هو يظهر بشكل مميز حقق الفوز. نروح للأهرام سبورت مع فريق السيدات، نشرت الأهرام سبورت ان الفريق الاول لكرة السلة سيدات في النادي الأهلي هيقابل نظيره هليوبلس الساعة 6 مساء النهاردة على صالة استاد القاهرة في نهائي بطولة منطقة القاهرة. بتطلع سلة السيدات في النادي الأهلي ان هو طبعا يحقق نتيجة إيجابية لان هو كان طبعا حامل لقب البطولة دي في الموسم اللي فات. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع الجبلية تشترط خطاب جديد من اللجنه الاولمبيه لعقد الجمعيه العموميه. الاهرام سبورت المنتخب يكشف اسباب ضم مروان محسن واحمد علي. الفجر شوقي غريب يشكو رئيس لجنة المسابقات بسبب الأهلي. الأهرام سبورت منافس مصر تونس تؤجل إعلان قائمتها لمباراتي النيجر. الشروق برزنتيشن تقاضي صلة بعد فسخ تعاقدها. يلا كورة الأعلى لتنظيم الإعلام يمنع بث برنامج مدحت شلبي وظهور مرتضى منصور. الوطن سبورت صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة نابولي في دوري الأبطال. الشروق أليسون باكر عن محمد صلاح يتحدث قليلا ويعمل كثيرا. في الجول
حسين الشحات ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي في سبتمبر. يلا كورة، المحكمة الرياضية تلزم الإسماعيلي بسداد 100,000 دولار. سوبر كورة، المقاولون يفتح المزاد على طاهر محمد طاهر. آس، أزمة بين ميسي وبيكي تسديد متاعب برشلونة في بداية الموسم. سبورت 360، أدريان رابيو يرفض التجديد مع باريس سان جيرمان للمرة الثالثة. يورو سبورت، دوري أبطال أوروبا، تحسن بيل، مانشستر يونايتد لا يخسر. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج، ونبتدي مع اليوم السابع اللي قال إن اتحاد الكورة اشترط وصول خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية بيفيد بصحة انعقاد الجمعية العمومية للجبلية يوم 30-31 أكتوبر اللي جاي في حال استبعاد 11 نادي من القوائم من أجل استكمال الجمعية وعقد الانتخابات التكميلية. وكشف مصدر في اتحاد الكورة إن عقد الجمعية العمومية بعد الخطأ في عدد الأندية بيعتبر عوار في الجمعية العمومية، وحالة طعن عليها من أي عضو في الجمعية العمومية هيكون أو هتكون باطلة، لذا بيشترط المجلس وصول خطاب من اللجنة الأولمبية لاستكمال الجمعية العمومية. كمان الأهرام سبورت قالت إن هاني رمزي المدرب العام في المنتخب الوطني علق على ضم مروان محسن مهاجم النادي الأهلي لقائمة الفراعنة استعدادا لمواجهة سوازيلاند في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019. وقال رمزي إن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي من القوام الأساسي للمنتخب، ومن المحتمل أنه يشارك في جزء من المباراة الأولى قصاد سوازيلاند وجزء أكبر في المباراة الثانية. وتكلم برضو عن ضم أحمد علي مهاجم مقاولين العرب للمنتخب بالرغم من كبر سنه، وأكد رمزي أن فكرة النزول بأعمار اللعيبة في عناصر المنتخب لا تجعلنا نتغاضى عن القصور اللي بيظهر في مركز معين. الوطن سبورت قالت ان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي اعلن عن قائمه فريقه لمواجهه نابولي الايطالي، وطبعا هتكون ضمن منافسات المجموعه الثالثه في الجوله الثانيه من دوري ابطال اوروبا. واستدعى المدرب الالماني قائمه بتضم 23 لاعب وعلى راسهم اكيد محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي. ضمت القائمه كلاين، فابينيو، فاندك، فينالدم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني وصلاح وجوميز وأليسون وهندرسون وستورج ومورينو وشاكيري وروبرتسون وأوريجي وسولانكي وماتب وترينت. كمان في الشروق قالت أن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي عبر عن سعادته لملازمته لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وريت للمرة الثانية بعد ما كان طبعا بيلعب جنبه لما كان لاعب في صفوف روما الإيطالي. قال بيكر في تصريحات نقلتها صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية: صلاح لاعب جد جدا وهو ما بيتكلمش كتير لكن بيعمل أكتر. وكمان وصف النجم المصري بالبطل بعد اللي قدمه مع الفريق ومع منتخب بلاده. كمان في الجول قالت ان حسين الشحات صنع العاب العين الاماراتي تم اختياره للمنافسه على جائزه افضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الاماراتي، وسجل الشحات هدفين، صنع 3 اهداف خلال 4 مباريات لعبها من ساعه الموسم الجديد. وبينافس الشحات على الجائزه مع خلفان مبارك لاعب الجزيره والبرازيلي كمان ايجور لاعب الشرق الاماراتي. آس الاسبانيه قالت أو أكدت تقارير صحفية في وجود أزمة ما بين الأرجنتين ليونيل ميسي قائد برشلونة وزميله جيرارد بيكي قائد الدفاع في الفريق الكتالوني، وده بعد التعثر في الجولات الأخيرة وفقدان 7 نقط من أصل 9 نقط في الدوري الأسباني، وده اللي ممكن يأثر أكيد بالسلب على مسيرة الفريق بشكل عام في الموسم الحالي. قالت التقارير إن العلاقة ما بين ميسي وبيكي وصلت لطريق مسدود خصوصا الأيام الأخيرة بعد كلام ميسي لوسائل الإعلام عن المستوى المتراجع للفريق بشكل عام خصوصا في الدفاع. كمان يورو سبورت العربية قالت ان بينتظر محبو الكرة العالمية مجموعة من المواجهات القوية في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. هيواجه ريال مدريد خصمه ساسكا موسكو الروسي، وكمان هيحال ايكس امستردام الهولندي ضيف على بايرن ميونخ الالماني، وكمان هيواجه فالنسيا خصمه مانشستر يونايتد على ملعب اولد ترافورد في اقوى طبعا مباريات الجولة دي.
دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم اهم السوشيال ميديا، اهم اللي تنزل في السوشيال ميديا. هناخد فاصل ولا لا؟ مفيش فاصل. طيب مفيش فاصل، نروح للسوشيال ميديا ونتابع معاكم اهم اللي اتقال في السوشيال ميديا لنجوم كرة القدم، ونبتدي بشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، واللي كتب على تويتر بعد طبعا قرار الاتحاد الأفريقي بإيقافه مبارتين: لم أتجاوز وأنا داخل الملعب حتى يتم إيقافي خارجه بهذه الطريقة، أحترم الاتحاد الأفريقي وقراراته، لكن هل ما حدث يستوجب الإيقاف من الأساس أو حتى عقوبة؟ ولماذا لم يتم إيقافي عن مباراة العودة؟ وهل يتم حرمان اللاعبين من الأدوار النهائية بهذه السهولة؟ وأخيرا، هل فعلا التقرير هو السبب؟ كمان نشر عمرو السوليه لاعب النادي الأهلي صورة ليه على تويتر من تدريب امبارح اللي رجع فيه للتدريب بالكورة، وكتب العودة. كمان عمرو بركات احتفل بعيد ميلاده على انستجرام ونشر صورة ليه وعلق عليها وقال شكرا على كل أمنيات عيد ميلادي. نشر كمان اسلام محارب صوره لعمرو بركات على الانستغرام وهناه بعيد ميلاده وقال كل سنه وانتم طيبين او انت طيب يا كوتا يا متفعجي. نروح بقى للاعبنا المحترف محمود حسن تريزيجيه، واللي احتفل بعيد ميلاده امبارح وكتب على تويتر: اشكر كل من تذكر عيد ميلادي، ان شاء الله السنه اللي جايه تكون سنه سعيده على الجميع. كمان رمضان صبحي نشر صوره ليه مع تريزيجيه على تويتر وكتب: كل سنه وانت طيب يا عشره. كتب كمان حسين الشحات لاعب العين الاماراتي على صفحته على تويتر: كل سنه وانت طيب يا حريف، عقبال 100 سنه ان شاء الله. كمان صفحه الاتحاد الدولي لكره القدم على تويتر احتفلت بعيد ميلاد تريزيجيه وكتبت: نجم المنتخب المصري ونادي قاسم باشا التركي محمود حسن تريزيجيه بيتم 24 سنه النهارده، تمنياتنا ليك بالنجاح الدائم وعيد ميلاد سعيد، نراك في قطر 2022 ان شاء الله. نروح بقى دلوقتي لكابتن زكريا ناصف واللي كتب على تويتر: لأنها عائلة النادي الأهلي فمن الصعب بل من المستحيل محاولة الوقيعة ما بين الجماهير والأعضاء والإدارة والعاملين والفرق الرياضية، ولأنها عائلة الأهلي فهي دائما قوية ومتماسكة وعنيدة وتحاول التحديات والأزمات لإنجازات وبطولات، إنها عائلة الأهلي. معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، ومشرفنا دلوقتي في الاستوديو الدكتور احمد ثابت الصحفي والناقد الرياضي والمحلل الرياضي. مساء الخير عليك. مساء النور عليكي، واحب في البدايه طبعا احييكي على الحلقه اللي انت عاملاها في قناه الاهلي انت وكابتن سيد عبد الحفيظ، بالتاكيد اضافه يعني. ربنا يخليك، ميرسي جدا يا دكتور. دكتور ايه بقى؟ احمد ثابت. لا دكتور في ايه؟ عنايه مركزه وباطنه. عنايه مركزه. وايه بقى سر يعني الارتباط ما بين العنايه المركزه والرياضه؟ قعدت 7 سنين في طب عشان تشتغل في الرياضه؟ عادي، هوايه في الاول، هي هوايتي كره القدم، هوايتي بحب الكوره من صغري يعني، بحب الاهلي طبعا من صغري. جت فتره كده في سنه 6 ان حصل ان في تقديم في جورنان وكده، فقدمت عادي يعني بكتب مقالات. كان عندك وقت؟ طبعا، بس هي صعبه ان انت تجمع ما بين اصلا الاثنين، محتاج ضغط وستريس رهيب، سواء الطب والتعامل مع البيشنت والتعامل مع العينين في المستشفى ضغط رهيب، والاعلام والتعامل مع الميديا والتعامل مع الناس والتعامل وكتابه الصحف ضغط رهيب يعني، اكيد صعب، ولكن الحمد لله يعني الواحد اتعود بقى، اتعود يعني. كل التوفيق ليك ان شاء الله. خلينا بقى نتكلم عن لقاء النهارده، اللقاء الهام جدا للنادي الاهلي مع وفاق صطيف الجزائري في نص نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب السلام الساعه 9 مساء، شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ بالتاكيد اللقاء صعب يعني، نص النهائي في دوري ابطال افريقيا، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر يعني، قادر ان هو ان شاء الله ياخد البطوله ديت، خاصه كمان ان اغلب الفرق القويه سواء مازيمبي سواء الوداد خرجوا من البطوله اللي هي الاقوى او الاشرس. صحيح. او المنافسين الاقوياء، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر النهارده يعني، فريق وفاق صطيف لما نتكلم عليه ونبين للناس نقاط قوته ونقاط ضعفه هيبان ان الفريق ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله النهارده قادر ان هو يكسب باذن الله بنتيجه تكون مستريحه باذن الله، تريحنا في مباراه العوده يعني. نرجع بقى لورا كده كام يوم، والنادي الاهلي تعرض لعقوبات مفاجاه مش مفهومه، ولكن هل من وجهه نظرك ان العقوبات دي ممكن تاثر عليه سلبيا؟
التأكيد التأكيد بصراحة تأثر. أهم حاجة في العقوبات كلها وهي يعني حرمان الجماهير من الحضور. يعني النهاردة الجماهير العمومية طبعا أكيد هتبقى ليها صوت، ولكن طبعا جمهور النادي الأهلي حاجة تانية، يعني طبعا حاجة تانية بيأثر هو الروح. نشوفنا حتى المباراة اللي فاتت قدام حرية الغيني لما رجعوا، لا فرقوا بشكل كبير جدا، بيدوا حماس، بيدوا في المباريات دي بالذات، مباريات افريقيا اللي هي مباريات النوك اوت الذهاب والاياب، بتحتاج للجمهور بتاع النادي الاهلي، بتحتاج ان الاستاد مش يكون مش لاعضاء النادي. انا عضو في النادي الاهلي، بس انا ما اقدرش اعمل اي حاجه من اللي بيعملوها جمهور النادي الاهلي. طبعا مستحيله يعني. طبعا، ولكن ده يعني البطوله دي تحديدا لو النادي الاهلي اخدها واخد الدوري كمان، اعتقد ان السنه دي واحد من اصعب المواسم اللي مرت على تاريخ الاهلي في كل حاجه. كل حاجه، من الاعلام، من حرب ضد النادي الاهلي، كل حاجه. فالبطوله دي تحديدا لو اتخذت اعتقد ان النادي الاهلي بيثبت بالبطوله ان فعلا الاهلي فوق الجميع. صحيح. طيب شفتش العقوبه اللي تعرض ليها شريف اكرامي ازاي؟ عقوبه غريبه جدا، يعني انا عمري ما سمعت عنها قبل كده. دي هي فجاه، ما عدتش عليا قبل كده. فجاه اولا احنا امبارح قاعدين عادي وليله المباراه تسمع فجاه عقوبه شريف اكرامي، مش المفروض دي كانت تطلع مثلا بعد اللقاء على طول؟ عشان بس نفهم الناس، هي كانت في الذهاب بتاع ماتش حريه، يعني هي المفروض لو اللاعب عمل مخالفه في مباراه الذهاب يتوقف في المباراه اللي بعديها اللي هي الاياب، مش تيجي قبل مباراه نص النهائي، قبل الذهاب بتاع نص النهائي وتطلع قبل ليله المباراه ايقافه. طب ازاي يعني؟ هو ايه اصلا، ايه العقوبه؟ حتى شريف اكرامي هو مستغرب نفسه. هو مستغرب، كان منزل تويتا بيقول اللي انت منزلاها، يعني هو مستغرب، هو بيقول انا ما عملتش حاجه ولا حصل حاجه. ايوه تويتا هي معانا على التويتا، فهو مستغرب يعني. حتى عقوبه غريبه جدا، فواضح يعني مش هنقول، احنا ممكن نقول حرب ضد النادي الاهلي من كل الاجواء، سواء محليه سواء يعني، في حرب فعلا ضد النادي الاهلي. فالبطوله دي النادي الاهلي لو اخذها اعتقد النادي الاهلي بيثبت ان النادي الاهلي فوق الجميع. طيب شايف بقى، اتكلمنا طبعا عن غياب الجماهير النهارده وان ده اكيد هيكون مش في صالح النادي الاهلي، شايف ده هيأثر بنسبه قد ايه؟ والله هو لو النادي الاهلي في خلال اول تلت ساعه قدر يجيب جون مبكر اعتقد ممكن ما تأثرش، يعني طبعا هو جمهور مهم جدا، ولكن لو جبنا جون بدري النهارده تفتح هتفتح معاك بقى، ممكن تكسب ثلاثه كمان لو جبت جون بدري، لكن لو الهدف اتأخر بتحتاج الجماهير قوي. يعني انت بعد نص ساعه لو ما سجلتش، بعد الشوط الاول لو ما سجلتش محتاج محتاج جدا الجمهور لو ما سجلتش، لكن لو سجلت هيبقى ان شاء الله تعدي على خير باذن الله. طيب كان من وجهه نظرك الافضل للنادي الاهلي ان هو يلعب على ملعب السلام اللي هتقام عليه النهارده المباراه ان شاء الله الساعه 9 مساء، ولا كان الافضل انه يلعب على ملعب برج العرب؟ هو لو كان في جمهور كان ماشي. الاحسن اكيد السلام. لكن لو ما فيش جمهور كان في برج العرب طبعا. ليه؟ احنا لما نتكلم دلوقتي على فوق الصيف، فريق دفاعي بيلعب دفاع متكتل، ال10 لاعبين ورا الكوره بيضيقوا المساحات، الثلاث خطوط متقاربه، فانت محتاج توسع الملعب وعرض الملعب عشان تقدر تخترق من الاطراف وتعمل عرضيات. افضل طبعا لو هتلعب، لو ما فيش جمهور او جمهور الجمعيه العموميه بس مثلا كان يبقى برج العرب طبعا افضل، لكن لو في جمهور يبقى السلام طبعا. صحيح. طيب رايك بقى ايه هيكون مفتاح اللعب النهارده في النادي الاهلي؟ هم اثنين، يعني انا وجهه نظري وليد ازارو، خاصه كمان بعد النهارده الحاله المعنويه اللي بيمر بيها بعد انضمام المنتخب المغرب. طبعا وعلي معلول. ليه؟ يعني علي معلول مهم قوي النهارده يكون في حالته، مهم جدا. ليه؟ هم لما نتكلم على فريق وفاق الصيف الاول، نقاط قوته ايه يعني تحديدا كده؟ اول حاجه لو اتكلمنا على وفاق الصيف، مدربهم رشيد الطوسي بيعتمد على ايه؟ مرتدات. المرتدات، وفي الفريق بيتكتل ككتله واحده في الدفاع. صحيح. هو قوتهم ظهرت في الماتشين الاخر في الوداد تحديدا، لان مش في دور المجموعات، في دور المجموعات كل مباراه لعبوها استقبلوا فيها هدف، لكن المباراه الاخيره بتاعه الوداد، المباراتين الاخيرتين بان ان هم لا منظمين، في شغل مدرب واضح لرشيد الطوسي، منظمين بشكل جيد، الخطوط الثلاثه متقاربه من بعض جدا، ال10 لعيبه في نص ملعبهم مقفلين صح، ولكن برضو ما نقدرش نقول ان الدفاع ده برضو يرعب. ليه؟ لان الوداد راح ب 28 محاوله على المرمى، لما فريق قدامك يروح ب 28 محاوله على المرمى ده دليل برضو ان انت ما قفلتش قوي. في حاله عدم توفيق لجيوبور مهاجم الوداد، ضيع فرص ما تضيعش، فاذا برضو ولكن يظل دي رقم واحد في نقاط القوه من وجهه نظري، ان هم بيتكتلوا دفاع منطقه بشكل كويس جدا. النقطه الثانيه احنا اتكلمنا على الدفاع، النقطه الثانيه في نقاط قوتهم اللامركزيه اللي بيعملوها قدام. صحيح. سواء عبد المؤمن جابه او غشه او الحبيب بكلمونه اللي هو المهاجم، غشه ده اللي هو حسام الدين غشه، الثلاثه اللي قدام دول في لا مركزيه. يعني ايه لا مركزيه؟ يعني على الورق عبد المؤمن جابه ده بيلعب جناح يمين، فجاه تلاقيه تحول كجناح شمال، فجاه تلاقيه دخل جوه العمق في ال 18 تحول لراس حربه، برضه حسام الدين غشه الناحيه الثانيه بيبقى في تبادل خاصه في الهجمه المرتده، تبادل الادوار، تلاقي اللعيب ده راح ناحيه اليمين وهكذا، فاللا مركزيه ديت بتعمل مشكله او ازعاج لاي خط دفاع.
النقطة الثالثة برضو عندهم وهي الأطراف، وهم فريق الأطراف يعني الكرات العرضية، أنا بسميه فريق الكرات العرضية، فريق فوق ستيف. بمعنى إيه؟ النهاردة هنشوف هم بيحضروا الهجمة إزاي، قلبين الدفاع. لو احنا حتى عرضنا التشكيل على الشاشة، هو التشكيل معانا، لو عرضنا التشكيل هنلاقي قلبين الدفاع بيعملوا تمرير طولي للظهير الايمن اللي هو بيبقى منطلق، بيتلعب له تمرير طولي بيعمل العرضيه. سواء بقى سواء الباك اليمين او الباك الشمال، برضو الباك الشمال بنفس الشكل بتتلعب له تمرير طولي للباك الشمال بيعمل عرضيه ليه عبد المؤمن جابه. تشكيل معانا احنا لو عرضنا التشكيل هم بيلعبوا ب 4-3-2-1. طبعا في حراسه المرمى مصطفى زغبه اللي هو الحارس اللي عمل 11 انقاذ في ماتش الوداد. الاثنين اللي قدام قلبين الدفاع عبد القادر بدران وربيعي، باك يمين رضواني وباك شمال فرحاني، قدامهم ثلاثة ارتكاز، الياس سيدهم ده اللي هو زي حسام عاشور كده عندنا، وسمير عيبوت ده بيشتغل كبلاي ميكر تاني صانع العاب تاني في وسط الملعب مع عبد المؤمن جابو، ورقم 20 اللي هو اسلا، اسلا ده لعيب سنغالي عنده 20 سنة. الثلاثة اللي قدام عبد المؤمن جابو وحسام الدين غشة والحبيب بكلمونة، يمكن لو عملنا نقط كده على اخطر اللعيبة عندهم، رقم واحد عبد المؤمن جابو ده لعيب مميز جدا وكان ملقب بميسي عندهم الكرة الجزائرية، هو بيمر بحالة مميزة زي ما وليد سليمان بيمر بحالة مميزة ونجم الشهر عندنا في النادي الأهلي، هم عندهم عبد المؤمن جابو. النقطة التانية عندهم حسام الدين غشة ده لعيب مميز جدا جدا، برضو الباك الشمال رغم المشاكل الدفاعية اللي هنتكلم عليها إلا أنه برضو مميز وبيعمل عرضيات كتير جدا. في بقى بعض المقارنات عشان نبين. انت عامل المقارنات كتير، بس خلينا اول نبتدي مع الارقام اللي انت عاملها لعلي معلول وفي الموسم اللي فات، مقارنه بين الموسم اللي فات والموسم الحالي. لعب 11 مباراه، احرز هدفين، صنع 3 اهداف، صنع 11 فرصه لزمايله، وعدد عرضياته 59 عرضيه، دقه عرضياته 17%، وحصل على اخطاء او حصل على فاولات، يعني 12 فاول، ده في الموسم الماضي. بالنسبه بقى للموسم الحالي فهو لعب 8 مباريات، احرز هدف واحد، صنع 5 اهداف، صنع 18 فرصه لزمايله، عدد العرضيات 61 ودقه عرضياته 36%، افضل من السنه اللي فاتت بكتير، وكمان حصل على بس الاخطاء. عايز ابين للناس ايه الفرق ما بين علي معلول السنه اللي فاتت والسنه دي في دوري ابطال افريقيا. السنه دي هو لعب 8 ماتشات بس، صحيح. السنه اللي فاتت لعب 11 ماتش، فانت بتقارن فرق 3 ماتشات. السنه اللي فاتت في ال 11 ماتش اللي لعبهم مع كابتن حسام البدري عامل كام عرضيه؟ 59 عرضيه. 59. السنه دي لعب 8 عامل كام عرضيه؟ 61. عامل 61 في 8 ماتشات، صحيح. فده ياكد ان علي معلول ايه؟ هو مفتاح لعب، مفتاح لعب الاهلي مع كارترون، صحيح. هو الراجل بيديك 61 عرضيه في 8 ماتشات، عامل منهم 5 اسيست و18 فرصه. السنه اللي فاتت صنع 11 بس في 11 ماتش، صحيح. فده بياكد ان الراجل ده اخطر مفتاح لعب للنادي الاهلي هو علي معلول. هم عندهم الناحيه ديت فيها مشاكل اللي هي الجبهه اليمين الاطراف، عندهم مشكله ورا الظاهرين مساحات كتير. يقدر علي معلول النهارده، انت حضرتك سالتيني على علي معلول مفتاح اللعب النهارده، علي معلول وازارو تحديدا. علي معلول لو في حالته ويقدر ان هو ينطلق للقدام ويجري في المساحات اللي ورا الباك يمين، اعتقد ان علي معلول يقدر ان هو يصنع الفارق للنادي الاهلي. نروح كمان لوليد أزارو والمقارنة برضو اللي انت عاملها ل 2016-2017 و2017-2018. وليد أزارو لعب 6 مباريات، أحرز 4 أهداف، صنع هدف واحد، صنع 6 فرص لزمايله، فاز بالتحامات ثنائية 23 مرة، عدد محاولات على المرمى 14 محاولة، دقة محاولاته على المرمى 50%، وإهدار فرص محققة 5 فرص محققة، حصل على الأخطاء 5 مرات أو الفاولات. لكن بالنسبة ل 2017-2018 فهو لعب 8 مباريات، أحرز 6 أهداف، صنع هدفين، صنع 10 فرص لزمايله، فاز بالتحامات ثنائية 40 مرة، عدد محاولاته على المرمى هم 26، ودقة محاولاته 42%، اهدار للفرص المحققه 4 مرات، وحصل على اخطاء 13 مره. تمام. الارقام دي بتبين ايه بقى؟ أزارو طبعا النهارده في حاله معنويه بعد انضمامه لمنتخب المغرب، ولو صحيح. ان المره الوحيده اللي كنت اتمنى أزارو ما يروحش فيها المنتخب هي المره دي. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده مباراه الداخليه في الايقاف، فكنا محتاجين أزارو، فالمره الوحيده اللي كنا محتاجين فيها أزارو رينارد اخذ المنتخب، صحيح. دي حاجه. النقطه الثانيه التطور، كان السنه اللي فاتت الناس بتتكلم ان أزارو بيضيع فرص كتير بيروح على الجون كتير، فالسنه اللي فاتت هو مضيع 5 فرص او 5 انفرادات في 6 ماتشات، صحيح. السنه دي هو لاعب 8 مسجل 6 وعامل 2 اسيست ومضيع 4 انفرادات بس، فطبعا نسبه اقل، صحيح. السنه اللي فاتت كان بيضيع ماتش كل انفراد، المره دي نص، فالنسبه واضح ان أزارو في تطور. في برضو معلومه مهمه جدا لوليد أزارو. ايه هي؟ النهارده أزارو لو جاب هدف هيبقى جايب في نص نهائي دوري ابطال افريقيا 4 اهداف،
هيتساوى مع كابتن محمود الخطيب الهداف التاريخي للأهلي في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. فكابتن محمود الخطيب جاب 4 تجوان في مباراة نص النهائي. صحيح. اللي هي المباراة نص النهائي طبعا مباراة بتبقى صعبة. فده دليل إنه لعيب حاسم طبعا. لعيب مهم. جاب 4 أهداف. النهاردة أزارو عنده 3. لو جاب جون سواء المباراة دي أو المباراة دي هيتساوى مع كابتن محمود الخطيب. وأزارو برضو لسه قدامه الفرصة إنه ربما يكون الهداف التاريخي لمباراة نص النهائي النادي الأهلي. صحيح. طيب أنت عامل كمان برضو مقارنات ما بين بقى لعيبة النادي الأهلي ولعيبة وفاق سطيف. خلينا نبتدي مع محمد شناوي ومصطفى زغبة. تمام. طبعا هو قلنا نقاط القوة عندهم هم 2 أبرز 2 لعيبة. اللي هو الجناح عبد المؤمن جابه والحارس المرمى مصطفى زغبة. مصطفى زغبة ده رغم ان هو كان متألق بس انا بصراحة مش شايفه قوي من نقاط القوة عنده. يعني هو بحالات ساعات تلاقيه فوق قوي زي الماتش اللي فات وساعات تلاقيه واقع. صح. في العرضيات بس ده حل اغلب الحراس بس لا بس في حراس بيبقى ثابت. انت عندك الشناوي في الاهلي يعني في طول الموسم ما غلطش غير ماتش واحد. الحراس الكبيره دايما بيبقى عندهم ثبات. مانويل نوير بوفون الحراس الكبيره بيبقى دايما عندهم ثبات في المستوى. لو قارنا مصطفى زغبه بالشناوي من بدايه من دور المجموعات لغايه نص النهائي عشان الناس تكون فاهمه. الشناوي لعب 8 ماتشات زغبه ده لعب 7. شباكه نظيفة يعني حافظ على نظافة شباكه كم مرة. الشناوي 6 مرات من 8 لكن مصطفى زغبة مرة واحدة بس من 7. من 7 لقاءات. تمام. مرتين من 7 مش مرة مرتين. استقبل أهداف كم استقبل أهداف كم مرة الشناوي؟ 5 أهداف. 5 أهداف بينما استقبل مصطفى زغبة 10 أهداف. تصديات للتسديدات 15 تصدي لمحمد الشناوي في 8 لقاءات لكن بالنسبة للتصديات للتسديدات بالنسبة لمصطفى زغبة 31 تصدي. ده يأكد ان مش معنى كده ان الحارس ده احسن من ده لا. وفاق سطيف الفرق اللي قدامهم بتروح على الجون اكتر. النادي الاهلي الفرق ما بتروحش على الجون كتير زي فاق سطيف. فعشان كده ده بيتعرض للتسديدات اكتر. طب نسبه نجاحه ده بيرجع لخط الدفاع في الاخر طبعا. وبيرجع ان دي النادي الاهلي. النادي الاهلي فرقته انت النهارده الفرقه هتنزل خايفه منك بتدافع في نص ملعبها حقيقي. اغلب الفرق كده قدام النادي الاهلي لكن لما بيلعبوا فوق ستيف بيهاجموهم. نسبه نجاح في التصدي للتسديدات 75% لمحمد الشناوي 78% لمصطفى زغبه ودقه تمريراته 44% محمد الشناوي 41% مصطفى زغبه وطول القامه هنا 191 سنتي ومصطفى زغبة 190 سنتي متقارب الطول. طبعا ده من اللي يمكن دي ابرز نقاط القوة للحارس بصراحة. هو يعني نقاط قوة ليه؟ لان هو في الماتش الاخير في الوداد كان عامل 11 انقاذ هو سر صعودهم. صحيح. فقدام الوداد لما حارس يعمل 11 انقاذ لا حارس مميز يعني رغم ان هو في اللي قبل كده ما كانش مميز ولكن في مباراه الوداد بصراحه كان مميز. هل هو مميز اكتر في الكرات الارضيه ولا الكرات العاليه؟ لا في التسديدات في التسديدات لكن في الكرات العرضيه لا ضعيف. يعني النهارده النادي الاهلي لو اعتمد على الاطراف في المساحات اللي ورا الظهيرين وعرضيات عشان كده قلت لحضرتك معلول واحمد فتحي دورهم مهم جدا جدا النهارده بالعرضيات. ووليد ازارو ان شاء الله لو كان في حالته دور وليد ازارو النهارده هيكون مهم جدا. مهم جدا ان شاء الله هو اللي هيكسب النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. طيب نروح بقى كمان لوليد سليمان وعبد المؤمن جابه. انت اتكلمت ان عبد المؤمن جابه ده من مفاتيح فريق وفاق سطيف الجزائري. ده كان محترف في سويسرا. الراجل ده كان محترف في سويسرا وفي النصر السعودي. عنده 31 سنه والناحيه الثانيه وليد سليمان عنده 33. صحيح. نقارن عنصر الخبره هنا وهنا واللاعب الامر يعني وليد سليمان لاعب الشهر في النادي الاهلي احسن لاعب في الشهر. صحيح. الاخير. صحيح. واحسن لاعب في وفاق سطيف هو عبد المؤمن جابه. هو على فكره اللي جاب الهدفين في مرمى العين الاماراتي في البطوله العربيه. فلاعب مميز ده الابرز هنا والابرز هنا. طيب. طبعا بالنسبه بقى للاعب اساسي وليد سليمان لاعب 7 مباريات اساسي عبد المؤمن جابه لاعب 6 مباريات. احراز للاهداف احرز وليد سليمان هدف ولم يحرز عبد المؤمن جابه اي اهداف. صنع اهداف مؤمن سليمان صنع هدفين. مؤمن عبد المؤمن جابه وليد سليمان صنع هدفين لكن عبد المؤمن جابه صنع هدف واحد بس. بالنسبه للفرص 9 أهداف لوليد سليمان و8 لعبد المؤمن جابه. محاولات على المرمى 10 محاولات لوليد سليمان و9 لمؤمن جابه. مراوغات ناجحه 3 مراوغات ناجحه لوليد سليمان 7 مراوغات ناجحه لعبد المؤمن جابه. نسبه تفوزه بالالتحامات الثنائيه 53% لوليد سليمان 41% لعبد المؤمن جابه و16 عرضيه بالنسبه لعبد المؤمن جابه. وبالنسبه للتدخلات الدفاعيه 9 لوليد سليمان 4 لعبد المؤمن جابه. تمام. طبعا المقارنه بتبين ان الاثنين مفتاح لعبه ولكن طبعا وليد سليمان افضل
في احراز الاهداف في صناعه الاهداف في الدور الدفاعي صحيح. افضل، ولكن هو من ناحيه المراوغه والحل الفردي في واحد على واحد عبد المؤمن جابه احرف شويه من وليد، ولكن وليد مؤثر اكتر، صناعه الاهداف اكتر، منتج اكتر، فعاليه على المرمى، والدور الدفاعي مهم قوي، فده وليد طبعا الاثنين مفتاح لعبه. شايف ان وليد سليمان هنا بيتفوق على عبد المؤمن جابه في المقارنه طبعا، وهو بيتفوق في كل حاجه باستثناء المراوغات الناجحه. تمام اوكي. طيب خلينا نطلع على فاصل سريع ونرجع نكمل معاك بقى المقارنات والاحصائيات الكتيره اللي انت اجتهدت فيها النهارده وعملتها لنا قبل ما تيجي دي، لكن بعد الفاصل. رجعنا سريعا لسه مكملين مع دكتور احمد ثابت الناقد الرياضي والمحلل الرياضي والصحفي الرياضي برضو والدكتور. طيب خلينا نرجع مره تانية للقاء النادي الاهلي وفاق صيف. كنا بنتكلم على وفاق صيف وكنا كمان بنستعرض معاك الاحصائيات اللي انت كنت عاملها عن لعيبه وفاق صيف ومقارنتهم بلعيبه النادي الاهلي. خليني اسالك دلوقتي عن نقط الضعف فريق وفاق صيف من وجهه نظرك. في نقاط ضعف كتير جدا. يعني هم فريق مميز بحته التكتيك الدفاعي زي ما اتكلمنا والدفاع المنطقه، ولكن مش يعني الوداد السنه اللي فاتت كان اقوى. يعني كانوا برضو مع العموطه، حسين عموطه مدربهم كان بيعملوا كده، ولكن كانوا اشرس على الناحيه الهجوميه، كان عندهم اسماعيل الحداد، محمد اوناجم، جيوبور، اطارك، كذا حد كان مميز عندهم في الوداد، ولكن السنه دي لا، الوفاق سطيف اقل شويه من الوداد طبعا خاصه على المستوى الهجومي. رقم واحد في نقاط الضعف من وجهه نظري عندهم بطء في الارتداد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. بمعنى ايه؟ ناخد بالنا قوي من اي ضربه ركنيه ليهم، اي ضربه ركنيه ليهم اديهم بس ضربه ركنيه وشوف هم بيرجعوا ازاي، خاصه بعد الدقيقه 75 في اخر ربع ساعه. لو عرضنا الفيديوهات بتاعت نقاط الضعف هتلاقي الهدفين اللي في الدوري الجزائري اخر هدفين دخلت شباكهم فيه، هتلاقي ان الهجمه كانت معاهم اصلا او ضربه ركنيه ليهم وما بيرجعوش، بطاء، تحس ان هم كسله كده ما بيرجعوش، عندهم بطء بدني وتراجع بدني رهيب في العوده من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. دي صح. اول حاجه يا ريت بس دي اول حاجه. بص حضرتك اهي دي اول حاجه، هتلاقي اصلا الهجمه كانت معاهم وارتدت لهجمه مرتده، ده برضه هي الهجمه كانت معاهم وارتدت لهجمه مرتده عليهم، ده اخر هدفين جايين، فواضح. بص حضرتك هم ما بيرجعوش اصلا، يعني العوده بتاعتهم بطيئه جدا. فالفريق بص هذا اهو دخل الجون، تفهمش دخل الجون ازاي بس دخل الجون. هو جابها في نفسه تقريبا. يعني لو رجعنا هنلاقي هو جون غريب جدا، بس ده نتيجه البطء، وان هو عندهم النقطه الثانيه عندهم تراجع بدني من بعد الدقيقه 75، اخر ربع ساعه دايما عندهم تراجع بدني. لو رجعنا الهدف ده تحديدا بصي اهو ده كان في الدقيقه 75 تحديدا. بص ما بيرجعوش، عندهم تراجع بدني وبعد الدقيقه 75 بيقعوا. هو اللعيب جابها في نفسه، فدليل ان هو اصلا مش مركز وبدنيا وقع. فده واضح، دي واحدة من أهم بيجيلهم انهيار بدني. انهيار بدني بعد الدقيقة 75 تفرق جامد جدا. البدنية النادي الأهلي أعلى، الارتداد عندهم لما الكرة بتبقى معاهم في ضربة ركنية قدام نقدر إن احنا نستغله، عشان كده قلت لحضرتك أزارو والسرعة اللي عنده والشراسة اللي عنده قدام تفرق جامد. مفتاح اللعب النهاردة طبعا أزارو قدام وسرعات موجودة قدام، لو قدرنا نستغل التمرير الطولي لأزارو في المساحات اللي عندهم في ظهر المدافعين أو في ظهر الباك اليمين أو الباك ليفت هتفرق جامد جدا. ممكن الاهلي النهارده يلعب براسين حربه صلاح محسن وازارو؟ اعتقد لا، يعني اعتقد على فكره كارتيرون يعني لا 4-2-3-1 اللي هيبدا بيها اللي هي العاديه، وليد سليمان بلاي ميكر تحت وليد ازارو، والاطراف بقى سواء اسلام محارب وحمودي على الجنبين، والشوط الثاني لو لا قدر الله زنقت شويه والنتيجه مثلا 1-0 او لسه 0-0 هتلاقيه طبعا دفع بصلاح محسن التغييره المعتاده بتاعته ويحولها ل 4-4-2. يعني دي ممكن نستخدمها في الشوط الثاني. طيب بالاضافه للجانب البدني اللي انت شايف ان هو من اكبر نقاط الضعف لفريق عندهم مشاكل دفاعيه كتير، فريق بيستقبل هدف في الست ماتشات بتاعه دور المجموعات كل مباراه بهدف، مفيش مباراه خرجت زيرو، هم يعني شباكهم نظيفه، كل مباراه لازم يستقبلوا فيها اهداف. وفي حاجه كمان ان دفاعهم دليل ان هو عشوائي او عندهم ثغرات كتير جدا، بيرتكبوا ضربات جزاء كتير جدا. صحيح. في مباراه مازيمبي ارتكبوا 3 ضربات جزاء بس في ماتش واحد. فده بيرتكبوا ضربات جزاء كتير، يعني برضو في عندهم مساحات ورا الظهيرين، مساحات كتير يقدر معلول واحمد فتحي، دايما بشوف في افريقيا اللي بيميز النادي الاهلي يعني على اي فرقه
الباكين احمد فتحي وعلي معلول بسم الله ما شاء الله اكيد بيميزوا اي فرقه للاهلي عن افريقيا ان انت عندك باكين مميزين على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي، سواء احمد فتحي ومعلول هم ما عندهمش كده، هم عندهم في الباكين مميزين على المستوى الهجومي ولكن على المستوى الدفاعي بيعانوا جدا. طبعا وليد ازارو برضو من الحاجات اللي بتميز النادي الاهلي عن اي فريق تاني، برضو زي ما اتكلمنا ان هم دفاعهم بيتكتل ورا، الا ان هو لو احنا قلنا برضو دفاع متكتل وكل حاجه وبيقفلوا المساحات، ولكن رغم ان هو دفاع متكتل الوداد في ماتشهم عمل كام في مباراه الاياب؟ 28 محاوله، فرقم كبير جدا ان الفرقه يعني اي كره منهم 11 ما بين الثلاث خشبات. فده رقم كبير لما تبقى 28 محاوله، يعني اي كره بس كان المهاجم جيوبور ده جات له كور جوه السته، يعني جوه السته ده لو كان في حالته او مش في حالته، يعني اي واحد يعني صغير كان جابها، هو دليل ان جيوبور كان بعيد كمان عن مستوى مهاجم الوداد، فده دليل رغم ان هم دفاعيا منظمين ولكن بيعانوا خاصة على مستوى الأطراف. هنا هنحتاج النهاردة ان انت توسع عرض الملعب وتعمل بينيات لأحمد فتحي، سواء تمرير طولي لأحمد فتحي او علي معلول، والعرضيات بتاعتهم هتفرق جامد جدا، لان الفريق ده بيعاني على عندهم مشاكل برضو من ابرز العيوب وهي مشكلة الكرات العرضية. 5 أهداف لو عرضنا الصور بتاعت اللي هي الضربة الكرات العرضية هنلاقي ان هم داخل فيهم 5 أهداف من 7 من كرات عرضية في دور المجموعات، فده بيأكد ان الفريق ده عنده مشكلة في التمركز في الضربات في الكرات العرضية. سواء بقى ضربة ركنية سواء ضربة ثابتة عندهم مشكلة في التمركز فيه. ان شاء الله النهاردة يقدر يستغلها مين؟ سليف كولوبالي. سليف كولوبالي واحد اللي هو 193 اهو، دي كل الصور ديت اهداف فعلا دخلت شباك وفوق ستيف في دور المجموعات. ده مثلا مباراة مازيمبي المباراة اللي انتهت 4-1 ده في المشوار بتاعه 4-1، فده بيأكد ان الفريق ده عنده مشاكل في العرضيات. النهارده نقدر نستغل سليف كولوبالي يقدر يخلص لك مباراه زي دي مميز قوي، هو بألعاب الهواء في الضربات الركنيه اللي علي معلول بيلعبها له ان شاء الله يعني تيجي جون النهارده. برده ده هدف تاني اهو، كره عرضيه برده هدف جه في شباكه. نفس الكلام برده، هي عندهم مشكله واضحه في الكرات العرضيه. صحيح. ده لو عرضنا بقى الصور، ده هدف برضه في ضربه ركنيه اللي بقول لحضرتك عليه النهارده سليف كولوبالي، مهم قوي ان معلول لو رفعها على راس كولوبالي هتفرق جامد جدا. عندهم مشكله كبيره جدا في التمركز في الكرات العرضيه. كمل. في صوره رابعه، دي اخر صوره معانا، اخر صوره. تمام. هم 5 أهداف دخلت شباكهم من كرات عرضيه، فده بياكد النهارده ان شاء الله ان الكرات العرضيه هتكون مفتاح فوز الاهلي باذن الله. طيب لو اتكلمنا عن مشواره فوق ستيف بره بقى ارضه، هنشوف مباراه مازيمبي انتهت 4-1 لصالح مازيمبي. كمان الدفاع الحسني الجديدي تعادلوا 1-1، ونادي مولوديه الجزائر فاز وفاق سطيف على مولوديه الجزائر 2-1. ده الانتصار الوحيد. وفي قبل كده برضو في افريقيا الوسطى فريق اولمبيك اللي هو كسبوه، اتعادلوا معاهم بره ملعبهم 0-0 وخسروا من ادونا ستارز الغاني بره ملعبهم 1-0. فدي مشوارهم، هم ما كسبوش ولا مره بره ملعبهم في البطوله في الست مباريات الا ماتش واحد. صحيح. ماتش واحد كان مع فريق جزائري زيهم، فده بيبقى ديربي. فما بيتقيمش قوي ان هم كسبوا بره ملعبهم لان ده ديربي كان مولوديه الجزائر، لكن باقي الماتشات الخمسه الباقيين ما يقدروش ان هم يكسبوا، فدي برضو تدي نوع من التفاؤل ان شاء الله للنادي الاهلي ان الفريق ده مش مميز قوي بره ملعبه. طيب خلينا نروح لموقف الفريقين في جدول المجموعه الاولى، موقف النادي الاهلي والفريق الجزائري وفاق ستيف الجزائري. النادي الاهلي لعب 6 مباريات، فاز في 4، تعادل في مباراه، خسر مباراه، ل9 أهداف عليه 5، الفرق 4 أهداف والنقاط 13 نقطه. موقف بقى وفاق ستيف الجزائري لعب برضو 6 مباريات، فاز في مباراتين بينما فاز النادي الاهلي في 4 مباريات، اتعادل في مباراتين بينما تعادل النادي الاهلي في مباراه واحده، خسر في لقاءين بينما خسر النادي الاهلي في لقاء واحد بس. بالنسبه للاهداف ليه 7 أهداف النادي الاهلي زي ما قلنا، 9 أهداف عليه 9 أهداف النادي الاهلي 5، الفرق ما بين الاهداف هنا بالسالب 2، والنادي الاهلي الفارق 4 أهداف. هنا النقاط 8 نقاط لوفاق سطيف، 13 نقطه للنادي الاهلي. الفرقتين كان بدايتهم متعسره. الاهلي في بدايته اول ماتشين كان مع كابتن حسام البدري في الولايه اللي هي اول مباراتين كان النادي الاهلي الاخير على المجموعه، جه كارتيرون انتشل الكلام ده وطلع وتصدر المجموعه وكسب 4 مباريات وتصدر المجموعه. النادي الاهلي ب 13 نقطه وقدر ان هو يرجع، لكن فريقه فوكس ستيف كانت بدايته سيئه جدا، ولكن هو قدر عشان يعني كسب اتحاد الجزائر بره ملعبه فقدر يرجع تاني، ده اللي رجعه للفرقه. لكن فوكس ستيف كان لغايه اخر مباراه ما كانش هيصعد، فده يعني واضح ان ايه في تذبذب شويه في مستواهم، او ان هو مروا بمراحل. الاول كان في دور المجموعات صعدوا بالعافيه، بعد كده برضه حتى مباراه الوداد في نسبه حظ بصراحه معاهم،
صحيح. طيب خلينا نتكلم عن الإدارة الفنية للفريقين، عن كارتيرون وفلسفته وطريقته في طريقه لعبه في اللقاءات يعني اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا، وعلى الجانب الاخر للمدير الفني لوفاق سطيف. تمام، بالنسبه لكارتيرون طريقه لعبه يمكن هو مختلفه شويه. لو عملنا مقارنه ما بين كارتيرون وبين كابتن حسام البدري من ناحيه التكتيك او الاسلوب، كابتن حسام البدري كان بيستخدم ايه؟ لعب الاستحواذ، التمرير القصير، التحرك بدون كوره. كارتيرون العكس، بيستخدم اسلوب اللعب المباشر، انا عايز اول كلو سواء كلوبالي او ايمن اشرف، عشان كده ايمن اشرف هينفع قوي معاهم في في الحاله دلوقتي يعني مع النادي الاهلي، هينفع قوي في التمرير الطولي. ان ده ليه؟ لان كارتيرون بيحب جدا التمرير الطولي، اللعب المباشر، فايمن اشرف مميز بالحته دي. عشان كده انا وجهه نظري ايمن اشرف جنب كلوبالي ثنائيه، احسن ثنائيه دلوقتي موجوده في النادي الاهلي. سليف كولوبالي الطول الميزه، وايمن اشرف حته التحضير والتمرير الطولي مميز بها قوي، ولعيب راجل جدا، لعيب مقاتل ايمن اشرف ده. فيعني الثنائيه دي مميزه قوي. ده اسلوب لعب مين؟ كارتيرون، اللي هو اللعب المباشر، ان انا بلعب تمرير طولي دايما لقدام واحاول ان انا ايه العب على الاطراف. النقطه الثانيه ان انا بلعب على الاطراف، كارتيرون بيلعب على الاطراف، بيعمل كرات عرضيه دايما، بيعتمد على الكرات العرضيه. عكس كابتن حسام البدري كان بيعتمد على الاستحواذ. كارتيرون مدرب نقدر نقول عليه دفاعيا قوي، دفاعيا مميز مش قوي. ليه؟ في ال 13 مباراه اللي لعبهم مع النادي الاهلي حافظ على نظافه شباكه 10 مباريات. صحيح. عكس برضه كابتن حسام، فايه فلا كارتيرون مميز قوي دفاعي. كارتيرون كمان تغييراته من احسن المدربين اللي شفتها بتغير في النادي الاهلي. تغييراته دايما في الجون، دايما تلاقيه عنده تغييره صلاح محسن، تغييره مثلا كانت ايمن اشرف لما بينزله. فكارتيرون قرايته للملعب، مدرب متمرس افريقيا، عنده خبرات دوري ابطال افريقيا في مباراه النوك اوت. كارتيرون بصراحه لا يعني انا عندي ثقه بصراحه في الكارتيرون ان هو يقدر يحصل على دوري ابطال افريقيا بفضل هذا الرجل. الرجل ده تكتيكيا عالي قوي، معاه قايمه كويسه برده، معاه كذا لاعب بيدي الثقه، بيدي الفرص. برده العقوبه اللي خدها ناصر ماهر والنهارده بيرجع، العقوبه اللي كان اخدها برده درس لاي واحد، ان ده راجل لما عمل ولعب مباراه خماسي اخد عقوبه. ودايما النادي الاهلي ومبادئه موجوده رغم ان اللاعب ده ذو اهميه كبيره، ولكن تم ايقافه. فدي حاجه مهمه جدا. كارتيرون من الناس اللي بتدي فرص برضو، حته الانسجام اللي كنا بنقول لازم اللاعب ينسجم ومش عارف ايه. كارتيرون جه اول لما جه كولوبالي هوب لعبه اول ماتش على طول، الراجل سجل، الراجل اثبت ان ده صفقه ممتازه. صحيح. فده دي برضو نقطه مهمه جدا، دي من الفرق الحاجات مقارنه كده على السريع ما بين كابتن حسام وما بين كارتيرون. لا كارتيرون مدرب يديكي شخصيه، عامل شخصيه للنادي الاهلي، مدرب اي مدرب منافس يقلق منه، لان الراجل ده اخذ مع مازيمبي دوري ابطال افريقيا، درب منتخب مالي، عنده خبرات افريقيه كويسه جدا. فكارتيرون لا بصراحه يعني انا ان شاء الله هيحصل السنه دي على دوري ابطال افريقيا. طيب من وجهه نظرك ازاي كارتيرون في اللقاء النهارده، لقاء وفاق سطيف الجزائري مع النادي الاهلي على ملعب السلام، ازاي يامن نفسه بنتيجه عشان طبعا اللقاء القادم؟ طبعا اول حاجه اهم حاجه النهارده ما يجيش فينا جول. لازم النهارده لازم ما يجيش فينا جون، ما مش عايزين جون مثلا، الحفاظ على نظافه الشباك، ما نتعكننش بجون، دي مهمه قوي. ليه؟ لو جه في الجون هنفضل مقلقين، لو النتيجه مثلا خلصت 3-1 تفضل مقلق ان هم هناك 2-0 قادرين. فالاهم حاجه بالنسبه لنا ان انت على ملعبك ما يجيش في الجون، دي اهم حاجه. فالدفاع وحراسه المرمى عليهم النهارده حمل كبير جدا، لان خاصه في مباراه الذهاب دايما للذهاب لو شباكك فيها نظيفه حتى لو 0-0 النادي الاهلي يقدر هناك يروح يسجل. صحيح. يقدر هناك يكسب 1-0. فدايما حفاظ على نظافه شباكك اهم حاجه، ما يجيش في الجون. هتهاجم بس بحذر، لازم يكون في سنه حذر، يكون حذر من الهجمات المرتده، سواء جابوا سواء غشه او الحبيب بكلمونه الثلاثه اللي قدام. وعلى فكره عندهم برضو لعيب اسمه اكرم جحنيت. اكرم جحنيت ده لعيب مميز بلعب الضربات الثابته، بيستخدمه كبديل لحسام الدين غشه، لعيب مميز قوي برضو، يعني لعيب بكل دور. ولكن الفرق ايه ما بين اكرم جحنيت وما بين غشه؟ غشه لعيب زي مؤمن زكريا، لعيب بتحتاجه في المباريات اللي بره ملعبه. ليه؟ لان هو لعيب تكتيكيا عالي قوي، لعيب بيرجع يساند في الحاله الدفاعيه، فده ده ميزه غشه. عكس اكرم جحنيت، اكرم جحنيت مميز هجوميا، عنده حته ايه ان انا بلعب عرضيات بخترق للعمق، ولكن اكرم جحنيت انا شفت له عامل تقريبا 3 اسيست في دور المجموعات. فلعيب لا اكرم جحنيت لعيب مهم جدا، فده يفرق. برضه من الحاجات المميزه عندهم، برضه عندهم لعيب اسمه اسلام بكير، برضه من اللعيبه اللي بتنزل، ده بديل عبد المؤمن جابه. دي من ابرز الحاجات. ولكن برضو في نقطه ما ينفعش ننساها، ايه هي؟ نقطه الاسكواد، عدد الاسكواد، عدد اللعيبه المسجله في قائمه وفاق سطيف اللي معاهم 16 لعيب بس، هم بيكملوا القائمه بحراس مرمى. فدي نقطه مهمه ان هم ما عندهمش دكه، يعني هم عندهم حوالي 3 او 2 لعيبه. لو لعيب النهارده توقف
لو لعيب النهارده توقف او اخذ انذار او لعيب اتصاب عندهم ازمه، هيبقى عندهم جداً. ازمه ان هم ما عندهمش دكه عكس النادي الاهلي. انت بيتصاب منك ولكن عندك قايمه، عندك سكواد بتدخل بيه، عندك فريقين، عندك فريقين. فدي دي نقطه مهمه، هم وفاق ستيف بيكملوا القايمه بالحراس المرمى، فدي تفرق نقطه مهمه جدا. دي من الحاجات المهمه جدا يعني. صحيح. طيب احنا معانا دلوقتي استاذ احمد فراج الناقد الرياضي من استاد السلام. مساء الخير على حضرتك. الخير عليك يا شيماء، وبرحب بيكي وكل متابعي قناه الاهلي. عايزين نعرف من حضرتك الاجواء والاستعدادات الخاصه بمباراه النادي الاهلي وفاق ستيف النهارده من استاد السلام. ممكن اكلمك الاول على الاجواء التنظيميه. الاجواء التنظيميه ماشيه بشكل كويس جدا من باب التامين. التامين ماشي بشكل كويس جدا لان مفيش جمهور اصلا النهارده قرب او دخل في محيط ملعب السلام لان اكيد انت تابعتي قرار الامن. طيب بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي اللي مسموح لهم ان هم يحضروا اللقاء ب 10,000 عضو من اعضاء النادي الاهلي، هل في توافد من اعضاء النادي الاهلي ولا لا؟ حتى الان التوافد ممكن يكون يعني يتعدى على طوابع الايد الواحده. ده ممكن يكون برضو السبب ان التذاكر اللي كانت بتتختم في الجهات المختصه وصلت متاخر جدا لمقر النادي الاهلي النهارده الصبح، وده ممكن يكون سبب يعني تاخر حتى في الاعضاء الراغبين ان هم يحصلوا على تذاكر، فضلا عن ان جمهور يعني جمهور الاهلي الفئه الاكبر منه ممكن ما تبقاش من اعضاء النادي وفقا لان انت بتدوري على 8500 تذكره الامن سمح انها تتباع. لو هتحددي فئه الاعضاء فيها هتبقى اقل شويه من فئه الجمهور الطبيعي اللي هو بيروح يحضر المباريات. هل في اي ملامح للتشكيل الخاص بالنادي الاهلي او بوفاق ستيف ظهرت لحد دلوقتي؟ هو لحد دلوقتي يعني بشكل رسمي لا صعب، بس ممكن من خلال المتابعه خلال الايام اللي فاتت وخلال التدريبات اللي فاتت اللي قضى باتريك كالترون المدير الفني للنادي الاهلي ممكن ما يكونش في مفاجات كتير، بالعكس هو ممكن يرجع لاخر تشكيل لعب فيه امام رويال الغيني في القاهره اللي هو محمد الشناوي، فليف كوليبالي، وايمن اشرف لغياب سعد سمير. طبعا ايمن اشرف هيلعب مساك، وعلي معلول، واحمد فتحي، هشام محمد، وحسام عاشور، وليد سليمان في خط النص، وجنبه اثنين اسلام محارب واحمد حمودي وليد ازارو. كانت يعني مجرد ساعه من دلوقتي او ساعه ونص ممكن التشكيل يطلع بشكل رسمي ونهائي ويبقى باين قدام الجمهور. امتى متوقع يوصلوا الفريقين للملعب؟ هو الاهلي يعني وفقا للاجتماع الفني بتاع امبارح اللي حضروا مسؤولي الفريقين من الاهلي وفاق ستيف، فالمقرر والمحدد ان الفريقين يوصلوا الساعه 7 بالظبط قبل المباراه بساعتين. بساعتين. بالظبط. شكرا ليك جدا استاذ احمد فراج الناقد الرياضي من استاد السلام، الاستاد اللي هيقام عليه النهارده لقاء النادي الاهلي وفاق ستيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. نرجع تاني بقى للدكتور احمد ثابت، شايف التشكيل الامثل هيكون ايه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي؟ بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد هتبقى 4-2-3-1. محمد الشناوي القلبين الدفاع طبعا ايمن اشرف وكولوبالي مفيش غيرهم. صحيح. انت طبعا باك يمين الاثنين اللي بيميزوا النادي الاهلي سواء فتحي او معلول مهمين قوي. عندك الاثنين الارتكاز عاشور وهشام محمد برضو مفيش غيرهم تقريبا. ماشي. قدام هيلعب في المركز البلاي ميكر مميز قوي هو في الفتره الاخيره وليد سليمان، ولسه واخد لعيب الشهر. اكيد. وليد سليمان عنده ميزه يمكن في المكان ده منجحاه شويه، ايه؟ يمكن بقى لنا فتره ما شفناش صانع العاب في النادي الاهلي الا وليد سليمان نجح فيه. وليد سليمان ميزته ايه؟ ان هو بيعرف يستلم ما في المساحات ما بين الخطوط دي. عنده الميزه دي، بيعرف يستلم صح، بيعرف ياخد فاولات، لعيب من الناس اللي هي بتحط جسمها صح، حتى لو رقص واحد تلاقيه اخد فاول، دي ميزه سحبت الفريق كله معاك اللي قدام. قلبت مثلا بضربه حره للنادي الاهلي. وليد سليمان في الحته دي مميز قوي، حتى في المباراه اللي بتاعت الحريه صنع هدفين في المركز ده. حمودي ناحيه اليمين ومحارب وازارو. الفرق بقى هنا هيبقى ايه؟ يعني ممكن بعض الناس تقول لك ابدا بمحارب مثلا على عدلته، بعض الاراء يعني الراي الاول ممكن يقول ابدا بمحارب على عدلته ناحيه اليمين بحيث ان هو ناحيه اليمين بينتج اكتر، وابدا بمؤمن زكريا. ليه؟ لان مؤمن زكريا بيدخل للعمق اكتر دفاعيا مميز، دي رقم واحد. رقم اثنين بيدخل للعمق وبالتالي هيبقى في مساحه خاليه لعلي معلول يقدر يجري فيها وينطلق ويعمل عرضيه. صحيح. عكس محارب لو لعبته في الناحيه دي بيعمل بلوك قدام معلول، الاثنين بيلعبوا برجليهم الشمال فبتحصل بلوك. عكس لو لعبت مؤمن زكريا محارب الناحيه الثانيه بيبقى احسن لما يلعب ناحيه اليمين بيدخل للعمق وبيلعب برجله الشمال وتلاقيه داخل لجوه فبيبقى مميز اكتر.
دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ممكن حمودي يبدا، وده الاقرب ان حمودي يبدا ناحيه اليمين ومحارب يبدا ناحيه الشمال. انا بصراحه مع الراي المحارب، محارب يبدا ناحيه اليمين ومؤمن الناحيه الثانيه. ليه؟ لان حمودي حتى لو يعني بقاله فتره مش في حالته. حمودي لعيب مهاري قوي، حتى الجون اللي جابه في مباراه حريه راح ورقص واحد على واحد ولعب كره عرضيه، ولكن انا وجهه نظري مؤمن في مباراه زي دي، مؤمن خبراته اعلى في افريقيا، بيبان اكتر في دوري ابطال افريقيا، يقدر يعمل الاوفرلاب مع علي معلول ويعمل انطلاق لعلي معلول، يقدر يساند معلول دفاعيا، برضه محارب مميز جدا في الدور الدفاعي، ومحارب بيبقى الناحيه الثانيه بيبقى مميز لما بيبقى على عدلته وبينطلق للعمق وبيشوط. محارب كمان من احسن الناس من وجهه نظري اللي عندها فينش دايما، المحارب لما بيبقى رايح انفراد او بيبقى بتاكد ان الكره جون. ليه؟ محارب لعيب الفينش بتاعه كويس جدا، عكس اي لعيب تاني لما بيبقى رايح بيبقى الجمهور مش واثق قوي مثلا، لكن محارب من احسن اللعيبه اللي عندها فينش. قدام طبعا ازارو لا خلاف عليه، واحد من الناس اللي هتتعب ان شاء الله قلبين الدفاع عندهم من ناحيه السرعات، من ناحيه الشراسه، من ناحيه الضغط العالي. الفرقه دي لما بتعملي ضغط عليها عالي بترتبك كتير. وليد ازارو مهم قوي ان هو يستغل المساحه اللي ورا الاثنين المساكين، وما ننساش الاوراق اللي هتبقى موجوده على الدكه. اوراق مهمه، صلاح محسن ده أكيد. احسن مهاجم في مصر حاليا من في المنتخب مصر، يعني مهاجم مصر الاول حاليا صلاح محسن. صحيح. لما ينزل الشوط الثاني بالخبرات بدا ان هو يكون فعاليه اكتر، يروح على الجون، تحركاته بدون كوره بينزل، بيبقى الناس كلها مركزه مع ازارو بيبقى خلاص يعني ايه عامل ضغط عليهم رهيب، فبيبقى كل تركيز المدافعين مع ازارو. لما بيجي بقى صلاح محسن بيبقى غير مراقب، زي الكره اللي جت جون اللي هي صلاح محسن جابها جون، كان كل الناس مركزه مع ازارو، لما اتحرك صلاح محسن كان فاضي، فدي بيبقى برضو الناس بدنيا حتى نقطه. ليه؟ لان احنا قلنا في نقاط الضعف ان هم بعد الدقيقه 75 بدنيا بيقعوا. صحيح. وبالتالي التغييرات والاوراق الرابحه ان انت تكون كارتيرون يعني متمرس قوي في حته تقسيم الماتش، ان انا اول نص ساعه لازم اجيب هدف، احط اوراق رابحه معايا على الدكه ان انا بحيث ان انا ابدا اغير واستخدمها، لان هم بدنيا بيقعوا، ودي نقطه مهمه جدا في الشوط الثاني. دكتور احمد ثابت المحلل والصحفي الرياضي ودكتور، طبعا نورتنا النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجودك معانا النهارده، لكن للاسف حلقتنا وقتها خلاص انتهى. بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، واشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا، وباذن الله النهارده التوفيق والحظ يكون حليف النادي الاهلي في لقائه قصاد وفاق سطيف الجزائري في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. اشوفكم بكره ان شاء الله.